حول كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحول احتفالية الدولة المصرية بعيد الشرطة، ينضم إلينا على الهواء مباشرة السيد محمد مخلوف الكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم. أستاذ محمد، بعد التحية، يعني كيف تابعت كلمة السيد الرئيس وأهم النقاط التي تضمنتها كلمة سيادته؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة والشعب المصري وكل الأمة الإسلامية بخير بمناسبة تورط شهر رجب، يعني وكل عام وأبطال الداخلية بخير بمناسبة عيد الشرطة 71. يعني لو اتكلمنا عن كلمة السيد الرئيس كان فيها العديد من الرسائل التي حملتها اليوم، يمكن أو لعل يعني أبرزها إن خلال الاحتفال بعيد الشرطة السيد الرئيس أكد على الغاية الأسمى للدولة وهي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان للمواطنين، وطبعا ده لن يتم دون وجود جهاز شرطة وطني وقوات مسلحة قوية. طبعا ثمن السيد الرئيس دور جهاز الشرطة الوطني جنبا إلى جنب مع أشقائه من رجال القوات المسلحة البواكل الذين يمثلون معا الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر، ووجه أيضا التحية لشهداء الوطن جميعا على بطولاتهم وتضحياتهم طبعا، والتي لولاها ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة التي ينشدها لشعبه. من أهم الرسائل أيضا توجيه السيد الرئيس بعمل وإنتاج عدد من المسلسلات والأعمال الدرامية التي تخلد بطولات الشرطة حتى تكون للأجيال القادمة يجعلها تعيش الأحداث وتعرف تاريخ أبطال الوطن. طبعا أحيي القيادة السياسية على هذه اللفتة الطيبة التي تجعلنا نعتز ونفخر برئيسنا حبيب المصريين. كمان أهم رسالة هي في كلمة السيد الرئيس وجهها هي عمل الدولة على تغيير حياة الشعب للأفضل. صحيح. وضرورة عمل المشروعات القومية اللي تمت والتوسع في إنشاء وتجديد شبكة الكهرباء، طبعا كل ده علشان تكون مصر مركز للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط، وده طبعا كان بيتطلب وجود شبكة طرق جديدة كاملة عشان تمد شرايين التنمية المختلفة في المحافظات. عايز أقول لحضرتك كمان كان في تأكيد على قدرة الدولة بجيشها وشعبها على حماية أرض مصر وتنميتها وبشكل خاص سيناء الحبيب. طب أستاذ محمد، يعني كان يعني واضح جدا تأكيد الرئيس على يعني انحياز الدولة لمحدودي الدخل. السيد الرئيس قال بكلمات واضحة وصريحة: الدولة المصرية ملتزمة التزاما ثابتا لم ولن يتغير بدعم محدودي الدخل في ظل تزايد الأسعار، وقال يعني أنا متفهم أن هناك حالة من حالات ازدياد الأسعار يعني بيعاني منها الشارع المصري. كيف تقرأ هذه الكلمة وهذا التصريح للسيد الرئيس؟ يعني أول حاجة أهم حاجة في هذه الكلمة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بضغط الشارع وبالمواطن. طبعا هناك العديد من المبادرات التي قامت أو تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات والجهات، يعني جهاز قواتنا المسلحة تقوم بتوفير العديد من السلع الغذائية في منافذ مختلفة للقوات المسلحة في مختلف المحافظات بأسعار مخفضة. في ايضا مبادرات وطنيه قامت بها الدوله في حزمه قرارات لمراقبه ومتابعه الاسعار، في العديد من مبادرات لضبط الاسواق، كل ده طبعا بيصب في صالح اهلنا وناسنا من محدود الدخل. طبعا الشرطه ايضا يمكن عشان لو ربطناها بحدث اليوم وكلمه السيد الرئيس وحرص على تاكيد ذلك في حدث اليوم، بتقوم بدور كبير في من خلال الشرطه او مباحث التموين لضبط الاسواق ومراقبه الاسعار. كمان الامن والاستقرار والتنميه لهم علاقه كبيره بالاقتصاد. صحيح. طبعا امر يعني مش محتاج لابحاث ودراسات، لان ما فيش اقتصاد او تنميه بلا امن. صحيح صحيح. هذه النقطه تحديدا، لا تنميه ولا اقامه لمشروعات جديده تنمويه تخدم الشارع المصري والمواطن المصري دون تحقيق الاستقرار والامن وصون الامن القومي، يعني كيف ترى هذه المعادله وما تقدمه قوات الشرطه المصريه في هذا الاطار؟ يعني عايز اقول لحضرتك ما فيش اقتصاد او تنميه بلا امن، طبعا ده يؤكد او يمكن ممكن نرى ان الدول الاقتصاديه الكبرى بتمتلك اجهزه امنيه واستخباراتيه قويه وانظمه وقوانين دقيقه ومشدده، كل طبعا ذلك من اجل حمايه الامن القومي والامن الاقتصادي للدول للحفاظ على البيئه الجاذبه للاستثمار والمال والاعمال. يمكن علشان كده اول حاجه يعني حرص عليها ونجح فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اعاده الامن والاستقرار في مصر، وكان ثمار ذلك القرار التاريخي للقياده السياسيه بالغاء حاله الطوارئ
حيث كان لهذا القرار دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعني وبدون الاستقرار الأمني وتضحيات رجال الجيش والشرطة ما تحققت الإنجازات التي نراها على أرض الواقع في مصر في مختلف القطاعات وبكل المحافظات. يعني لو يعني هنا يمكن عايز لو تسمح لي أوجه كل التحية لأرواح الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن ننعم بالأمن والسلام، وكل التحية أيضا لمصابي الواجب الذين ضحوا بجزء من جسدهم لتحيا مصر وشعبها. أيضا السيد الرئيس أشار أنه يعني نحن بصدد يعني خلال الفترة المقبلة بإقامة احتفالية يعني كبرى تشهدها مدن العريش والشيخ زويد ورفح للقضاء على الإرهاب. يعني منذ سنوات والقوات المسلحة جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة تقاوم العناصر الإرهابية والتكفيرية في سيناء، كيف تقرأ هذا الإنجاز الذي تحقق على الأرض وتحديدا في هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن؟ يعني عايز أقول لحضرتك مصر قادت حرب ضروطا ضد الإرهاب ونجحت في ذلك وحققت ويمكن استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، وتم القضاء على الإرهاب بنسبة تقترب من 100%، وطبعا ده شايفينه من جهود أو ما يؤكد ذلك جهود التنمية الموجودة في سيناء الحبيبة. ويمكن كلمة سر نجاح مصر في التصدي للإرهاب هو التخطيط السليم للدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وقوة القوات المسلحة في التصدي له بالتعاون مع قوات الشرطة وكافة مؤسسات الدولة من أجل المكافحة. طبعا ده بالإضافة إلى أهم شيء وهو وعي الشعب المصري الذي أعلن وقوفه إلى جانب الدولة المصرية وقواته المسلحة في وجه الجماعة الإرهابية، وشفنا ده في من خلال تنسيق الجهود من أبناء سيناء الأبطال معاونة رجال القوات المسلحة والشرطة وبصفة خاصة في العملية الشاملة بسيناء التي حققت مجهودا كبيرا في القضاء على الإرهاب. كل ده طبعا بالإضافة إلى تنسيق مصر مع الدول الأخرى للحصول على معلومات عن الجماعات الإرهابية وتحركاتها وتمويلها وغيرها من الأمور، كل ده ساهم بشكل كبير في تحجيم العمليات والقبض على تلك العناصر، بالإضافة إلى الإصرار في النجاح والانتصار على هؤلاء المجرمين ونجاح قواتنا المسلحة. صحيح. الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم، شكرا جزيلا لك.